السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا لالا ملكة. كنشكرك على هذا البرنامج، الله يجعله في ميزان ديال حسناتك. حفظك الله لالا. اسمح لي نذكر بزاف. لا مرحبا اختي، احنا بحال في الأسرة وحدة، احنا عائلة مجموعين بعضياتنا. بارك الله فيك. بغيت نسولك الدعاء اللي هي كنعاني من واحد المشكل نفسي ولا معرفتش شمون 12 العام هذي. ايه. اللي زاد لي واحد الوليد بلا ما عرفت اش وقع لي. الله اكبر. ما كنقدش نتواصل مع الناس ولا كنعس غير الدواء. لا اله الا الله. دابا انت اختي ولدتي وليد، ربما فيه عنده شي مرض او كذا. لا طبيعي هادي غير دابا الناس شي امور. لا اله الا الله. عادي ولدتو ما في حتى شي. الله يحفظه لك يا رب. عادي بعضهم بقاو كيقولوا لي بحال دوك كيكون عندهم السابع كانوا كيموتوا لي قبل منه. ايه الله لا اله الا الله. قالوا لي سيري زعما شي واحد هو راه كيحايد السابع وداك الشيء. ايه. وانا مشيت لعندو كنحس بانك راه كيدير الرقيه كيدير. ايه. يعني مشيت له هو ما كيديرش الرقيه. قال لك خاصك ديري لي الذبيحه وداك الشيء. اه غيدخل عالم الشعوذه والذبائح. ايه. قال لي داك الشيء ولاني انا ما وفيتش بداك الشيء اللي دار ديك الحاجه اللي يعطيها لي العبد من غير الله. اي فعلا. ما عندي ما ندير بها. ما عندي ما يتسالك لالا ملكه، الحمد لله الله يكمل لك بعقلك وبايمانك. ولاني بقاو كيقولوا لي راه غيموت لك راه غيموت لك وانا بقيت. لا بغي يمرضوك هذو بالوسوسه ديالهم، لا الحياه والموت بيد الله وحده لا شريك له. كيقول لك سيري دير الذبيحه لذاك الراجل دير الذبيحه لانا ما بغيتش نديلو. لا الله يحفظك لالا ملكة ويحفظك وليدك. شحال دابا عنده في العمر ديالو؟ 12 عام. الله يصلحه الله يصلحه ويحفظه ويبارك فيه. عندي بنيه يعني حتى هي دابا البنيه بقات بحالي كيجي هذاك التوتر حتى هي كتخاف من ما تندمش مع الناس. الله يحفظكم لالا ملكة يا ربي يحفظكم. واخا لالا ملكة كنشكروك لالا كنشكروك على التواصل ديالك. لالا ملكة باختصار شديد نقول لك هذا الشيء اللي عندك انت والبنية ديالك راه مجرد وسوسة ماشي مرض. وسوسة الوسوسة هي كتدخل لك واحد الفكرة مرضية للذهن ديالك وكتعتقد بأنها صواب وكتعود تشوف من خلالها العالم كأنها هي منظار في عينيك بحال واحد النظارة درتها في عينك سوداء كيبان العالم كله أسود. لالا ملكة ما كاينش تابعة التبعة اللي كتاخذ الاولاد. اي نعم كاين يسمى بام الصبيان هي روح خبيثه كتصيب الاطفال الصغار وكيكون عندهم العويل الشديد والبكاء الشديد. هي بحال المس اللي كيصيب الكبار. الكبار كيصيبهم من المس اما العاشق او غيره والصغار عندهم ام الصبيان. كل ما يقدرون عليه هو انها كتخلي انه كي الصراخ والعويل الشديد باستمرار. أما قبض الأرواح لا أحد يستطيع ذلك سوى الخالق سبحانه عز وجل. الله تعالى هو المحيي المميت. لا أحد دون الله تعالى يستطيع أن يسلبك روحك. لا أحد أبدا ولو حاول 100 مرة ما يقدرش. إذا كان الله عز وجل غير مكتبها راه ما مكتبهاش. اللي كيوقع هو أن الإنسان كيدخل راسه الوسوسة. هذا الرجل اللي قال لك غتجيب الذبيحة، الذبائح إلا كانت لإطعام الفقراء والمساكين كما كان يفعل الناس أيام زمان كيكون واحد الإنسان عنده واحد الأزمة شديدة وعنده ربما مريض في العائلة لا يرجى برؤه وبغي يلتمس من الله تعالى كيدير ذبيحة لله. الذبيحة تكون لله ليس لصنم أو وثن أو قبر أو ضريح كتكون لله.
كيذبحها وكيوزع اللحم ديالها للفقراء والمساكين والمعوزين، اما في الدوار واما في الحومه. هذا عمل صالح، كذبح ذبيحه لله وتطعم بها الفقراء والمساكين. اما ذبح ذبيحه لمخلوق وتلتمس من هذا المخلوق انه يعطيك البركات ديالو، هذه هي القمه ديال الخرافه اللي ممكن توصل الانسان الى باب الشرك والعياذ بالله. فانت لاله ملكه، الموقف اللي خديتيه موقف صحيح، انك الحمد لله انت عندك الفطره السليمه، انت الحمد لله فطرتك لا زالت سليمه، فطره الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. العطاء من الله والمنع من الله، وهذوك اللي ماتوا لك في الاول راه ما ماتوش لك بالتابعه ولا باي مرض اخر، راه ماتوا بالاجل المقسوم، لان الله تعالى وضع لكل نفس اجلها، لكل اجل كتاب. والجنين لما يكون في بطن امه يبعث الله اليه ملكان فينفخان فيه الروح ويؤمران بكتابه اربع كلمات: اجله ورزقه وشقي او سعيد. رفعت الاقلام وجفت الصحف، الاجل مكتوب، لا يستقدمون ساعه ولا يستاخرون اذا جاء اجلهم. فلا احد، هذا كل اللي ضاعوا لك راه كيتسموا ودائع. كل من ضاع له اولاد في الصغر كيتسموا ودائع عند الرحمن. ما وظيفه هذه الودائع؟ انها يوم القيامه ربنا عز وجل يردها لك. الوديعه اللي خاض منك طفل صغير كيردوا لك يوم القيامه. لكن كيفاش كيردوا لك الله تعالى؟ كيردوا لك شاب في مقتبل العمر وقد اعطاه الله تعالى من الكرامات ما الله بعليم، كيعطي الله مقام الشفاعه. كل من كان مات صغير وهو وديعة عند الرحمن ربنا يرده إليك وكيعطيه مقام الشفاعة، أنه يشفع لأهل بيته ممن زلت أقدامهم أو ممن كانوا سيصيرون من أهل النار. فحكمة بالغة أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بقوم رحمة كي يأخذ لهم بعض أولادهم ويضعهم الله تعالى عنده ودائع، حتى إذا كان يوم القيامة وخرج الناس من قبورهم وقالوا الغوت الغوت النجدة النجدة، فإن الله تعالى يبعث لهم شفعاء من بينهم هؤلاء الودائع، الأطفال الذين ماتوا في المهد. لأن الملكة اعتبر بأن الأولاد اللي ضاعوا لك ما ضاعوش، هم وديعة عند الرحمن وسوف يردها إليك ربنا عز وجل يوم القيامة. وقد جاء في الحديث أن الله تعالى يعطي للعبد المؤمن قصرا عظيما يتراءى نوره من بؤبؤ الجنة، هذاك هو بيتك. فيذهب المؤمن أو المؤمنة لبيته كيلقى الباب مغلق فيستفتح، فيفتح له مخلوق الباب، من يكون؟ هم ولده أو بنته الذي فقدها في الدنيا. فيظهر الله عز وجل ويقول هذه وديعتك رددناها إليك، فيتعانقان وربنا يبتسم للجميع ويعطيهم مقامات ليس لها حد من الفضل. فلالة ملكة تحجة ما ضعت لك، انت عندك ودائع مخزونة، كنز مكنون عند الرحمن، غتكون يوم القيامة عندك الفائض ديال الخير والثواب. أما ما أصابك أنت وابنتك، هذيك وسوسة شيطانية كتخليك تشعر بأنك مرصودة وبأنك ضعيفة وبأنك غير قادر على المواجهة، كل وسوسة. بالعكس، أنت قوية بإيمانك، قوية بيقينك، مقبلة على الحياة، اقبل الحياة، عيشي الحياة، استمتعي، كلي واشربي وقولي الحمد لله على ما أعطى الله، الحمد لله والشكر لله على ما أعطى الله. وقد جاء في الحديث أن الله تعالى إذا أخذ ابن العبد ربنا ينادي الملائكة وهو أعلم بهم: ملائكتي أخذت ابن عبدي، أخذت فلدة كبده، ماذا قال لي؟ ماذا قال؟ فيقولون: يا ربنا حمدك وشكرك. فيقول: يا ملائكتي ابنوا له قصرا في الجنة وسموه بيت الحمد، بيت عظيم ليس كمثله شيء، يسمى بيت الحمد. لمن هذا؟ لمن فقد ولدا فلدة كبده لكنه لم ينزعج وإنما صبر واحتسب وقال العوض على الله ومرحبا بكل عطاء الله أو منع الله. مع العلم ليس هناك منع، الله تعالى عنده العطاء عطاء والمنع عطاءين، هذه حكمة ذكرها علماء الأمة.
من بينهم الإمام ابن عطاء الله السكندري قال: العطاء من الله عطاء، والمنع من الله عطاءين. إذا أعطاك المولى عز وجل أولاد وذرية طيبة فهذا كرم، ربي يسترك وفرحك وقر عينك بالذرية. لكن إذا منعك، ما معنى ذلك؟ العطاء من الله عطاء والمنع من الله عطاءين. إذا منعك هو أراد في الحقيقة أن يضاعف لك الأجر والثواب والجزاء، أراد أن يعطيك العطاء مضاعفا، حتى إن الناس يوم القيامة يشعرون بالغبينة، يسمى سورة التغابن، الغبينة، يقول: يا ربنا لماذا أعطيت هؤلاء أكثر منا بكثير؟ فيقول الله تعالى: هل تدرون من هؤلاء؟ من يا رب؟ هؤلاء أهل البلاء، هؤلاء أهل البلاء، لقد أخذت منهم ولم أعطهم في الدنيا، واختبرتهم فصبروا واحتسبوا فكان لهم هذا الجزاء العظيم. فإذا بأصحاب العطاء يقولون: يا ربنا ليتك ابتليتنا مثل ما ابتليتهم، وأخذت منا مثل ما أخذت منهم، ولم تعطينا شيئا. فيقول ربنا عز وجل: لا، لقد اطلعت على قلوبكم وعلمت بأنكم لن تصبروا، أنتم يا أصحاب العطاء لن تصبروا. إذا ابتليتكم قد يرتد منكم من يرتد، وقد يكفر منكم من يكفر، وقد يفسق منكم من يفسق، وقد يفجر منكم من يفجر، صبركم قليل، لهذا أعطيتكم على قدر إيمانكم، أعطيتكم العطاء حتى أثبت الإيمان في صدوركم. أما هؤلاء أصحاب البلاء فلما علمت بأن قلوبهم عامرة بالإيمان زدتهم بلاء لكي أضاعف لهم في العطاء، فهذا هو قانون الله عز وجل. فاصبري واحتسبي، الدنيا قصيرة والدار الآخرة ليس لها حدود، خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. أسأل الله تعالى أن يحفظك للمليكة ويشافيك ويعافيك ويبارك لك في أولادك، اللهم أمين يا ربي يا كريم. الأولاد نعمة من الله، إذا أعطاهم الله تعالى فذلك حظ سعيد، وإذا منعهم الله تعالى فله الحكمة البالغة، وأنه إذا أعطاك أدهشك ولن يضيعك أبدا، ومدخرات عند الله لا تقدر بثمن. فأسأل الله أن يحفظ أولادنا وأولادكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.